اعزائي المشاهدين، اعزائي الشباب وكل الرياضيين، نحب سحر الساحره المستديره. احنا مش هنكتفي بدوري ممتاز ونجوم معروفين عندنا كلنا. عشان نلقي الضوء على نجوم في الظل يمتلكون الكثير من المواهب والفنون تفوق كبار النجوم العالميين. لكن هنغوص في الاقاليم وانديه المظاليم والظل ودوري البراعم. شباب مصر هم حاضرها، هم عملها ومستقبلها. هنلف وندور ونفتش في كل ملاعبنا عن كل كبيرة وصغيرة. كاميراتنا اماكن ما تفكرش ان في حد يتنازل يروح ويصور ويسجل مع نجوم ابطال مستخبيين في الظل نعتبرهم من المظالم. احنا هنا في برنامج العالمي هنغير نظرة المشاهد المصري والعربي تجاه هؤلاء النجوم عشان نديهم الفرصة للظهور. عالم الرياضة عالم كبير، عالم الشباب هو الأكبر، عشان كده نهتم بالعالم الأكبر هو الشباب. رفع شأن الرياضة هو دورنا، البحث عن المواهب هو هدفنا في برنامج العالمي. انتوا عليكم المواهب واحنا هنا نظهرها في برنامج العالمي. يلا شباب، يلا مستقبل مصر، استفيدوا بمواهبكم، ساعدونا عشان نساعدكم. لازم علينا نبرز المواهب الخبية في برنامجكم العالمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مشاهدينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجكم العالمي. معانا النهاردة ضيوف طبعا يعني مشرفين للكرة المصرية، معانا رئيس مجلس إدارة شركة الشاهد سبورت، كان قطاع نادي بني عبيد سابقا، نادي السنبلاوين سابقا. رحب بضيفي الكريم كابتن اشرف الشاهد. اهلا وسهلا كابتن اشرف. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن محمد، برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين، وان شاء الله النهارده تكون حلقه كويسه يستفادوا من وجودنا، وان شاء الله يكون في تعليمات كويسه ومعلومات اللعيبه الناشئين يقدروا يستفادوا منها. شرفتني كابتن اشرف، ربنا يخليك. ومعايا ضيفي كان لاعب نادي الترسانة السابق، كان من اجمد لعيبه مصر، وكان لعب مع كابتن علاء نوح، لعب مع كباتن كتير، كانوا في نجوم نادي الترسانة السابقين. معايا ضيف الكريم كابتن إيهاب الحسيني، لاعب نادي الترسانة والمدير الفني حاليا للكوم الأحمر الدرجة الثالثة. أهلا وسهلا كابتن إيهاب، شرفتني. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. معايا طبعا كابتن أشرف، عايزين كده في أول لقائنا كده نتكلم، معايا أسئلة، عايزين كده في البداية نعرف حضرتك نبذة مختصرة كده عن شركة الشاهد سبورت وعن نشاطها في الدوري المصري. بس عامة شركة الشاهد سبورت دي كانت فكرة وليدة أساسا عندنا من زمان. طبعا الواحد أنا كنت لعيب في نادي بشتيل ومرت بقى التجارب على أندية كتير كده، وبعد كده لما اتجهت للتدريب ابتدأت ببشتيل وفي الكوم الأحمر، وبعد كده رئيس قطاع الناشئين في بني عبيد ورئيس قطاع الناشئين في السنبلاوين والمشرف العام للكره في المناصره البورسعيد، وخدنا بقى سلسله من الانديه كده. فانا حبيت ان انا اعمل دمج كل الشغل اللي انا مارسته واللي انا مارسته في الكوره او في الاداره، حبيت ان انا يبقى مشروع خاص بيا بقى، انا اللي ابتدي الافكار اللي في دماغي. احنا مش عارفين نمشيها على مستوى الاداره هنا في مصر، انك انت بتصدم بادارات مختلفه، ادارات ما عندهاش الفكر بتاعك او ادارات مش عايزه تتمشى مع الوضع اللي انت عايزه. فانا ابتديت اخد حاجه خاصه كده وطريق خاص، هو ده اللي جه منه فكره شركه شاهد سبورت،
ودعمني فيه اثنين اعزاء، المهندس صبري القاضي والحاج احمد ده اخويا الكبير، هم اللي دعموني وساندوني وراعوا ان هم اشرف ده شاب صغير وعنده افكار كويسه وان هم حبوا يساندوا، فهي دي جت فكره شاد سبورت. عايز اعرف ابرز اللاعبين الشركه تحب كنت معاهم اللي بيلعبوا حاليا في الدوري الممتاز. بص حضرتك انا لسه الشركه هي لسه منشاه، يعتبر احنا بقى لنا دلوقتي اكتر يعتبر حوالي 6 شهور. فكره اللعيبه الدوري الممتاز احنا لسه ما تطرقناش ليها، احنا بنبتدي دلوقتي انا ببتدي سواء اشرف الشهد او الشركه الاتجاهات على اللعيبه المغموره في الدرجات الثانيه والثالثه او اللعيبه الناشئين اللي هي مش واخده حقوقها او ما بتقدرش تتحرك من الانديه، الانديه ربطها بالاستمارة الملزمة، الاستمارة اللي هي احنا مش عارفين لها وضع ديك، اللي هي بتلزم الناشئين وبتحجمهم في الأندية لحد ما غصب عنه لحد سن 18 سنة يكون قرب على الاعتزال، لأن الفرص كل ما اللعيب بيمر عليه سنة والتانية الفرص بتاعته بتقل ان هو يتواجد في الأندية الكبيرة. تمام. طب هل يعني حضرتك خرجت لعيبة من الشركة عندك محترفين؟ بص عامة فكرة الاحتراف دي عشان احنا واخدينها بصورة مختلفة شوية، احنا عندنا هنا في مصر أولي الأمر وصل لابنه إن هو بيجي له العقود لحد هنا، وإنك أنت لعيب في لعيبة كتير قوي مغمورة أنت بتحاول تفتح لها بوابات بره سواء في الإمارات أو في السعودية أو في تركيا، في لوائح وشروط معينه جوه الدول دي بتبقى داخل الدول ان كانت تركيا او الامارات او السعوديه، يعني في صعوبات لازم اللعيبه تواجهها. تمام. فاحنا في الشركه بنحاول نوصل لولي الامر ان ابنك مش رايح، ابنك لسه لعيب مغمور، ابنك رايح الشركه بتفتح له بس بوابه ليه وهو هيكمل، هيواجه صعوبات هناك، صعوبات اداريه، صعوبات علاقيه، صعوبات فنيه من تغيير المناخ والحاجات دي. فاحنا الشركه هي بوابه للاعيبه الناشئين المغمورين، لسه احنا ما دخلناش لمرحله اللعيبه البروفيشنال. تمام. معايا صور لمجموعه لعيبه حضرتك كنت متعاقد معاهم في الشركه، انت بتعرفنا بيهم. دول لعيبه انا مش حابب ان انا اعلن اسمهم دلوقتي لان هم مرتبطين بانديه وهم بيخلصوا اجراءات سفرهم بره، فاحنا يعني خلي حته الاسماء يعني دي شويه فماشيين، فمش عايزين مش عايزين الدنيا تقف بالنسبه لهم شويه. تمام يا كابتن. معايا طبعا الكابتن ايهاب الحسيني، عايزين يا كابتن تعرفني عن رحلتك في الملاعب في نادي الترسانه. احسن فتره في عمري قضيتها في نادي الترسانه، مشيت كتير ورحت طلعت بره ورجعت، بس هو بيتي، حياتي كلها في نادي الترسانة. كل الشكر والاحترام لكابتن صابر الله يرحمه، المدربين اللي ليهم خير عليا وفضل طبعا كابتن علاء لوح وكابتن علي رشدي، الناس دي اتمرنت تحت ايديها والناس دي تعبت معاهم وتعبوا معايا شويه. انا بعشق تراب نادي الترسانة. تمام. بعشق حياتي كلها كان نادي الترسانة، وكنت مهما تلعب بره وتروح وتيجي مجرد ان انت كنت بتعدي من جنب النادي كده او سور النادي فبالنسبه لك هو حياه، ايا كان بقى كان طبعا الفلوس كان ايه كان الفلوس. طبعا الله يرحمه كابتن حسن الشاذلي، كابتن شاذلي الله يرحمه. تمام. الناس عندنا النادي كده كان ريحه النجيله بتاعتنا، كنت بحس ان ريحه النجيله بتاعت الترسانه مش زي ريحه نجيله اي نادي تاني او اي حاجه. تمام. اتربيت فيه وانا دي. تمام. طيب عايزين تقييمتك، طبعا عرفت ان انت كنت بتدرب بني عبيد فتره، عايز تقييمك بقى كمدرب وكلاعب، ايه الفرق وايه الصعوبات اللي واجهتك؟ خلينا في الصعوبات. تمام. اكتر فتره تعبت فيها في حياتي الفتره بتاعت بني عبيد، والنقله انا وكابتن اشرف كان معايا، شفنا تعب وشفنا مشاكل. اللي كان بيضايقنا ان رئيس النادي بيساندك ورئيس النادي بيحبك وانت دكتور هيرمس رضوان شخصيه. تمام. محترمه جدا، شخصيه تتعامل معاها وانت مغمض، والناس والدعم والجمهور هناك والبلد كانت بتحبك والناس كانت واقفه في ظهرك. كان بقى بتقابلنا الصعوبات من بعض المدربين، بعض اعضاء مجلس اداره. تمام. الجمهور بيحاربك في ماتشات، تبقى واقف في الماتشات كسبان كده ولا اي حاجه اداء كده تلاقي حاجات مش طبيعيه، فما قدرناش نكمل انا وكابتن اشرف، مع اني احلى فتره في حياتي برضه تعتبر فتره بني عبيد دي، عندهم مناجم من اللعيبه. بني عبيد انا لو اهتموا واشتغلوا وركزوا مع الولاد هناك عندهم مناجم واللعيبه بتاعت مناجم غير الملاعب،
غير الملعب، غير الملاعب. انا سامع غير نادي بني عبيد درجه ثانيه، حاجه ما شاء الله، حاجه الملعب، الملعب الرئيسي كان عندنا هناك، كان يتلعب المنتخب، المنتخب كابتن ربيع ياسين كان تمام. كان بيجي يتمرن هناك. الشرقيه الزقازيق كانوا بيلعبوا ممتاز به بتلقى وثالثه، وكانوا بيجوا يلعبوا عندنا ماتشات. الملعب عندنا الاستاد ملعب روعه، والتعامل مع دكتور هرمس، اصلا دكتور هرمس رضوان حد محترم، شخصيه محترمه، بيحب البلد وبيحب، كان بيحب يخدم البلد قوي وبيخدم النادي. بس الصعوبات اللي هي بتاعت الكوره واحنا كنا لسه صغيرين وبادئين. كنت في مره بكلم الكابتن اشرف على التليفون، فاكر كابتن اشرف؟ كنت بكلم حضرتك على التليفون وقلت لي كابتن محمد معلش عشان احنا عندنا زياره جامده، كان كابتن هاني ابو ريده اتحاد الكوره. بس هو طبعا عامه عايزين برضو ايه، عشان اخد اخد السؤال من كابتن ايهاب. دكتور هرمس رضوان ده حاله وسط حالات كتير من مجالس الادارات اللي هي ما عندهاش فكره. ده راجل، ده راجل لوحده، راجل عامل بنيه تحتيه للنادي بتاعه، راجل بيساند على قد ما يقدر، راجل بيدور على مشاريع استثماريه. ان هي دكتور هرمس ده بصراحه هو في حته تانية، في حته الاداره. يعني انا بوجه له الشكر في الحلقه ديت. وهو عنده برضه يعني، هي المشكله في نادي بني عبيد في بعض المشاكل، هي في مجالس الادارات كده بيبقى في مشاكل. عامه النادي، النادي مش هو رئيس، يعني الرئيس انا، احنا اغلب المحيطين بالجو بتاع نادي بني عبيد طبعا هيفضلوا شكر كتير قوي للدكتور هرمس. بس ده في حته لازم يبقى فيه مساندين ليه، لازم مساندين ليه بنفس الفكر، لازم مساندين ليه بحب، لازم مساندين ليه ان هو مش اسم ولو كل هيفضل مربوط ببني عبيد مدى الحياه. فانتوا ساندوا الراجل ده، ساندوا الراجل ده عنده الناس دي ما كانتش بتساند يا كابتن. عنده تمام يا كابتن، بيحاول يجيب كابتن لبني عبيد. تمام يا كابتن اشرف، مقطع كلامك. معايا مداخله هاتفيه من كابتن اشرف ابو اليزيد مدرب النادي الاهلي المصري. كابتن اشرف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك ايه؟ تمام. تسلم يا كابتن، تسلم. هيبقى يا كابتن اشرف ربنا يخليك يا رب. سامع يعني حضرتك كنت مدرب في الاخوج القطري ومسك النادي الاهلي حاليا. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. هيبقى يا كابتن معايا كابتن اشرف الشاهد، طبعا تبع شركه الشاهد سبورت، كان ماسك نادي بني عبيد ونادي السنبلاوين. اهلا وسهلا كابتن، اتشرفت بيك كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. وكابتن ايهاب الحسيني لاعب نادي الترسانه. اهلا وسهلا كابتن، شرفت حضرتك يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن. قول لي يا كابتن اشرف عن تجربتك بره في قطر مع البرائم، كان نظامها ايه بالنسبه للدوريات، بالنسبه للنشاط الرياضي عندكم هنا؟ والله يا كابتن محمد عايز اقول لك انا اشتغلنا 7 سنين في نادي الخور القطري، يعني مش عايز اقول لك ناس بتدور على التطوير في الكوره وبيهتموا باللاعب اكتر من اي حاجه ممكن تتخيلها يعني. تمام. معانا طبعا كابتن ياسر محمدي، كابتن حسين عبد اللطيف، كابتن جمال مصطفى، احمد حشيش، عصام الغندور، يعني مش عايز اقول لك المصريين هناك بصراحه عاملين شغل كويس، والناس القطريين بصراحه مديين لك فرصه انك تبدع في شغلك. كان معاك يعني الكابتن سعيد المصري كان في السد القطري، وكابتن طبعا وكابتن فوزي عبدون. طبعا طبعا كابتن فتحي عبدون من الناس اللي يعني مش عايز اقول لك ليها قيمتها هناك في قطر يعني، وكابتن سعيد المصري وكابتن زكريا وهدية، الناس بسم الله ما شاء الله عاملين طفره في الكره القطريه. ربنا يخليك. انت اللي في مصر هنا كابتن. تمام. حاليا انت ماسك هنا في النادي الاهلي. انا ماسك برام 2000 منتخب 2010 في النادي الاهلي. تمام يا كابتن. تمام. معانا الكابتن اشرف، كان عايز اوجه لك بالنسبه لسؤال البرام. تحت امرك يا كابتن اشرف. عايزين بس حضرتك الافكار اللي انت جايبها من بره من قطر، طبعا احنا عارفين مستوى التطوير دلوقتي في قطر والامارات بالذات في الاعمار الصغيره اللي زي دي، هل دي هتتعمم بقى انت حضرتك هتعممها على مستوى اكبر من النادي الاهلي؟ يعني انت هتخرج بره نطاق النادي الاهلي؟ والله يعني احنا في تجربه ان شاء الله لسه بنتكلم فيها مع الكابتن بدو بيومي، هو الخبير في دوله قطر واخد بالك وفي مصر، ويعني عايز اقول لك في برامج يعني احنا بس يعني عايز اقول لك احنا بنقول في فرصه العلم ده للعيبه، الناس في مصر يعني عايز اقول لك مصر مليانه لعيبه، يعني مصر مليانه لعيبه، فين فرصه نعرض شغل مش متاخرين. بس زي ما انت شايف الوضع الكوره بصراحه من ساعه ما جيت من بره صراحه شايف الوضع، يعني كلمه استثمار دي الواحد يعني عايز اقول لك كابتن الواحد فعلا يعني
مش عارف يقول ايه، يعني ما عنديش كلام اقوله يعني، لا تعليق زي ما بيقولوا يعني. يعني احنا مستنيين ايه؟ كابتن انت لسه بتتكلم والكابتن بيتكلم، انت بتقول عندي لعيبه في مصر مش عايز اقول لك. يعني انا رحت جمارك بورسعيد يا كابتن مش عايز اقول لك فيها لعيبه على اعلى مستوى. تمام يا كابتن اشرف، انت كنت لسه بتتكلم معايا بخصوص اللعيبه اللي موجوده في الانديه والناس اللي هي الانديه اللعيبه المغموره، ولسه كابتن اشرف كان بيتكلم دلوقتي في النقطه دي. قول لنا بقى يا كابتن، احنا عندنا حلول كتيره، ادينا فرصه والكباتن عندك يعني نطلع لك مواهب زي ما بيقولوا. يعني لسه انت لو سمعت في كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين. تمام كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين النادي الاهلي. الكابتن فتحي مبروك النهارده بقى رئيس قطاع المواهب. تمام عندك مواهب النهارده، نفرز الكوادر ديت ونطلعها للانديه كلها. احنا ما عندناش مانع والله يا كابتن، وان شاء الله يعني الفتره الجايه هيبقى في حاجات كويسه قوي. هنعرضها معاك باذن الله، واللي في الخير يقدم ربنا. تمام يا كابتن اشرف، ربنا يخليك. طبعا شرفتني باتصالك، شكرا يا كابتن اشرف لحضرتك. معايا كابتن اشرف تاني، نرجع تاني من جديد. هو كان بيتكلم عن البرايم اللي هي طبعا يعني حضرتك سمعت ان هو بيقول ان في صعوبات كانت بتواجهه. بص، هو عامة الصعوبات اللي بتواجه المدربين هنا هو قلة الإمكانيات، عدم توافر مثلا ملاعب كويسة. هو بالنسبة له في قطر هو جاي على تجربة، هو بيتكلم على تجربة إن كانت في قطر ولا في الإمارات ولا في دول الخليج عامة، بتبقى عندهم بالذات من بداية الأعمار ديك، أنت لما تيجي تسوق لعيبة بره هم بيحاول يقلل معاك في الاعمار، لان هو عايز لاعبي هو يبني من تحت. هو عارف الظروف المناخيه في مصر، هو عارف ان مصر مليانه مواهب. تمام. لكن عارف ان الظروف المناخيه اللي محيطه باللعيبه هنا في مصر ما بتفرسش لعيب لا بدنيا كويس، عدم اكتمال الناحيه الفنيه بالشكل المطلوب. لا، هم بيكملوا دي بره حتى بوجود الملاعب الكويسه، لا هم بيستعينوا بخبرات، مش قافلين على الخبرات اللي هم عندهم ان كانت في قطر ولا في الامارات ولا في الدول الخليج، مش قافلين على المحيط بتاعهم بس، لا بيستعينوا. ما عندهمش اي عيوب اي مشاكل ان هم يجيبوا مدربين من بره ان هم يستفادوا بالنقص اللي هم عندهم. فهي دي الحته اللي احنا ناقصنا في مصر. احنا ناقصنا في مصر ان احنا مش بنجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها او النواقص اللي احنا محتاجينها، او بنحاول نبص على السلبيات اللي عندنا. لا، احنا ماشيين هو سيستم واحد، الوزير بيجي نفس السيستم اللي شغال، اللي تحته نفس القيادات اللي شغاله. الوزير بيحارب في حته والقيادات بتبقى شغاله في حته. نفس اللجنه اللي جت للاتحاد هي نفس المشاكل اللي كنا بنواجهها في المجلس. تمام. السابق. فلا، احنا عايزين التغيير، احنا عايزين التغيير، واحنا نبص على سلبياتنا عشان نقدر نعالج. تمام يا كابتن اشرف. تمام، معانا اتصال هاتفي من كابتن محمد الاسود رئيس نادي بنوك بورسعيد الاسبق. اهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن محمد يوسف، طبعا انت من المدربين الواعدين. ربنا يخليك كابتن محمد، اخبارك ايه؟ تمام. وعملت في نادي البنوك شغل عالي جدا مع البراعم، وطبعا انا بتنبأ لك بمستقبل كويس جدا في مجال البراعم والناشئين. وبرحب بضيوفك الكرام كابتن اشرف الشاهد. بنرحب طبعا بحضرتك كابتن محمد. طبعا كابتن اشرف كان بيتكلم كابتن اشرف عن نقطه البراعم. تمام، وعايز اسال برضه حضرتك سؤال يا كابتن محمد، معلش. اتفضل. احنا بس عايزين احنا نغير ازاي في حته الفكر بمستوى البراعم. احنا عندنا البطولات ضعيفه قوي في المناطق اللي هي بره القاهره. يعني احنا مش بنبص على دوريات منتظمه غير في القاهره وممكن اسكندريه. في اغلب المحافظات ما بتقومش بدور الدوريات البرايم دي على اكمل وجه. تمام. بص يا كابتن، المنظومه الكرويه في مصر لابد من التطوير والتعديل، ونبدا يعني بنلاحظ في معظم الانديه لاعب يعتزل يمسكوه فرقه برايم والناشئين. طبعا ده من الاخطاء الجسيمه، لان البرعم او الناشئ دي فتره التعليم الاولي. لازم يمسك البراعم والناشئين ويسند تدريبهم الى اعلى الدكاتره علميا وعمليا المؤهلين، لان دي فتره التعليم الاولي. لو اتعلم غلط هيطلع مش لعيب كوره. يعني على سبيل المثال راس حربه، المدرب اهم حاجه في راس الحربه انه ازاي يروح على الجون، ازاي يجيب هدف. ما ينفعش انا اعلمه ان هو يجري على الاطراف وانا بلعبه راس حربه. ما ينفعش لعيب تكوينه البدني قوي
ولاعبه راس حربه وما بيجيبش اهداف، يبقى التوظيف هنا غلط، يبقى لازم العبه سيرد باك واستفاد من قوته البدنيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم الاهتمام بالملاعب يا كابتن. في ملاعب، في ملاعب النهارده كل تمرينه لازم خمس ست لعيبه يجي لهم اصابات. ما تبصش النهارده في مصر على خمس ست ملاعب هم اللي كويسين، في ملاعب في انديه في الدرجه الثانيه والثالثه لا مؤاخذه لا تصلح، لا تصلح حتى مراكز الشباب. يا كابتن مصر برضو في مشكله. المفروض احنا بنهتم بالملاعب اللي هي الاساس لاخراج اللاعبين، ثانيا بنهتم بالمدرب ونأهله تأهيل كويس جدا، ده اهم حاجه، وبعد كده نسند له شغل الفراعنه زي ما انت بتقول. يعني النهارده انت في التسويق والاستثمار الرياضي لو ما كانش اللعيب اتعلم كويس وعنده الموهبه مش هينفع تسوقه. صح، مش هقدر اخرجه. سواء المدرب الاول يا كابتن اللي بتلزم اللعيب، وفي لعيبه ما بتبقاش الانديه عايزاها وبتأيدهم كل سنه عشان تحرمه من الانتقال لمجرد ان هو اشباع رغبه انه يتمسك باللاعب ويضيع مستقبل اللاعب. انا بوازن بين النادي وامكانياته وبين مستقبل اللاعب. لازم الراجل اللي بيشتغل في المجال الرياضي لازم يكون قبل ما يبقى انسان رئيس نادي لازم يبقى انسان بمعنى لعيب جاله مستقبل وجاله فرصه كويسه وانا نادي مغمور، ليه ما ادلوش فرصته واخد اللي يناسبني بحيث انا برضو اخد حق الرعايه بتاعته خلال الفتره اللي كان معايا فيها. والكابتن محمد يوسف عارف الكلام ده كويس، وعارف احنا كنا بنعمل ايه في نادي البنوك. الرياضه في الاول وفي الاخر يا كابتن اشرف والكلام للكابتن ايهاب الحسيني، الرياضه امكانيات. طب يا كابتن محمد استاذنك، امكانيات مش هتقدر تعمل حاجه. استاذن حضرتك بس يا كابتن محمد. اتفضل. بص يا كابتن محمد، احنا لو كل رئيس نادي وكل عضو مجلس اداره اختار المدرب الصح في المكان الصح يا كابتن مصر، يبقى احنا كده هننجح. احنا يا كابتن ما بننجحش يا كابتن لسبب، ودي مشكله. بص يا كابتن مصر، المشكله دلوقتي ملاعب كتيره واكاديميات كتيره المدرب لا يصلح، المدرب مش عارف هو بيشتغل ايه. يا كابتن مصر والله المواهب عندنا بتروح وبتموت. المواهب الكابتن ايهاب الحسيني. ايوه يا كابتن. كابتن ايهاب. ايوه كابتن، مع حضرتك كابتن ايهاب. عمر استاذنك في حاجه، انت حطيت ايدك على نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا. كابتن محمود سعد بيموت معانا. كابتن محمود سعد مدربين كروت انتخابيه. كابتن محمود سعد الايام اللي فاتت اقسم بالله بيعمل عمليات انتحاريه معانا. كابتن علي خليل، الناس بتموت معانا وبيعلمونا صح. يا كابتن مصر والله والله الواحد بيشوف نصايب والواحد بيخاف يتكلم. يا كابتن مصر المدربين بتنزل دلوقتي المدرب معاه، وقلت الكلام ده قبل كده في حلقه قبل كده. كابتن ايهاب، بص يا كابتن ايهاب. ايوه كابتن. على انا مناشده من خلال البرنامج العالمي للكابتن محمد يوسف، انا بقول لرؤساء الانديه اختاروا الكفاءه، اهل الكفاءه وليس اهل الثقه. والاتحاد برضه يا كابتن مصر، الاتحاد يجب على الاتحاد، ما ينفعش المجاملات في الكوره، يجب على الناس، ويجب على الناس في الوزاره، ويجب على الناس في النقابه. مش اي مدرب هيشتغل الا لما يبقى ليه رخصه معينه في السن بتاع البراعم. يا كابتن مصر في المانيا الالمان، المدرب الالماني اللي شغال مع البراعم او الشباب الصغيرين، شوف يا كابتن رقمه كام. ما هو ده يا كابتن اللي بيعمل كده. خليني اروح امسك اي مكان دلوقتي شغال معاهم براعم، هيقول لي يا كابتن هتاخد 1000 او 2000، وانا يا كابتن واخد دوره تدريبيه وصارف وطالع عيني وميت مذاكره، واخد لي 1000 و2000 ويجي ما بنقطعش في حد. مدرب دوري ممتاز قاعد كده وشغال وبياخد بال 70 وبال 80000، وانا اللي بعلم له دوت وبديله الاساسيات وبطلعه لحد عنده على الجهاز. يا كابتن احنا في مشكله كبيره يا كابتن مصر، وهنفضل كده كتير. عموما يا كابتن ايهاب، بص يا كابتن ايهاب، بص يا كابتن ايهاب، انا بناشد الدكتور اشرف صبحي، وهو راجل رياضي وراجل رياضي كبير وكان لاعب كاراتيه على مستوى عالي جدا، يا ريت ينزل ومهتم بالرياضه، انه يهتم بمدربي البراعم والناشئين، لان هم دول الاساس، هم دول التعليم الاولي. لو الناشئ والبرعم اتعلم صح هيطلع لعيب كويس. لازم المدرب ده يتاهل علميا وعمليا وياخد اعلى راتب، وكفيني كفيني ماديا عشان اعرف اعيش دلوقتي. انا دلوقتي انا كاهم ما بتكلمش عن نفسي، انا ربنا كرمني بمكان كويس باخد منه رقم كويس دلوقتي. محمد يوسف، انا بتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله الفتره اللي جايه يكون فيها اهتمام بمدرب البراعم والناشئين ماديا وعلميا، ويكون هو في مصاف المدربين الاوائل من الناحيه الماديه ومن ناحيه التدريب العملي والعلمي. وبحييكم وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب.
تمام يا كابتن محمد، شكرا لحضرتك كابتن محمد، شرفتني باتصالك. طبعا نرجع تاني يا كابتن ايهاب، عايز اتكلم حضرتك بقى بخصوص رايك ان انت نجحت كلاعب ولا كمدرب. نرجع تاني نفس النقطه، انا خليني انا بحب انا كلاعب ما نجحتش خالص. نجاح اللي هو انا اللي هو لعيب زي اي حد. انا كل ان شاء الله نجاحاتي ان شاء الله ابقى مدرب. والمتعه في النجاح مش ان انت توصل للنجاح، ان انت تطلع ناشئ كويس يلعب فريق اول. الطريق اصلا طريق النجاح وانت ماشي هي المتعه فيه. لكن انا اصلا لو نجحت ووصلت للنجاح فخلاص. انا كل فتره بوصل المرحله بتاعت كانت بني عبيد مرحله، اتحاد السيميلون كانت مرحله، مصر المقصه مرحله، الكوم الاحمر دي حاله تانية، موضوع تاني، قصه تانية كده. عملنا فيه موضوع استثماري بس يعني كابتن اشرف فاهم، موضوع قصه تانية. والنادي الجديد اللي ربنا كرمنا بيه ان شاء الله بامر الله ده مرحله، ونفسي اطور واعلى واوصل واوصل واوصل. وصلت للنادي ده هوصل للنادي اكتر واكتر. بس يا كابتن طبعا كل مدرب بقى له طموح، لازم طموح يا كابتن. بس يا كابتن لازم الناس تساعدنا يا كابتن. انت بتنزل الملعب دلوقتي، الولد لو مش دافع فلوس مزور، لو مش مزور ابن كذا، مش ابن كذا ابن خالته كذا. طب يا كابتن خلونا نشتغل يا كابتن. مصر اشتغل ازاي وطالب مني نتائج ازاي يا كابتن؟ يا كابتن مصر انديه كبيره واسامي كبيره ما عدا النادي الاهلي. معظم انديه في انديه كتيره الاماكن دي فيها الكلام ده، ما فيهاش الكلام دوت. بس يا كابتن ممكن تلاقي اسم كبير، انت كمدرب ليك اسمك وليك وزنك وليك وده وراك الدرس بتاعك، تلاقي تليفون من رئيس النادي، كابتن هتلاعب ده كذا النهارده. يا كابتن هيلعب ازاي؟ لا ده اصل ده ابن كذا وخلص. نفترض ما عملتش كده يا كابتن محمد، انت روحت البيت، وده اللي حصل معانا في بني عبيد والحرب اللي اتحاربناه انا وكابتن اشرف. تمام. احنا كنا كان الجمهور ما كناش بنعرف نمشي في الشارع في بني عبيد انا وكابتن اشرف من حب الناس لينا. الجمهور اللي بيحبنا دوت هو اللي كان بيشتمنا. تمام. الجمهور اللي بيحبنا دوت بسبب حد هو اللي كان في المدرجات. الجمهور ده اللي طالب في ماتش من الماتشات في المدرجات كان بينادي باسامينا ان احنا نمسك الفريق الاول، وانا وكابتن اشرف انسحبنا من كنا قاعدين جنب مجلس الاداره وقمنا خوفنا ومشينا. هو الجمهور دوت اللي شتمنا، هو الجمهور ده اللي كان بيشجعنا. يا كابتن مصر المنظومه انا بعتذر غلط في غلط في غلط. هي طبعا دي مناشده للدكتور محمود سعد ان هو طبعا يراجع الاوراق تاني من اول وجديد. لو كل الناس هتمشي ورا دكتور محمود، هو طبعا ما بيخافش عن اي حاجه لاي مدرب يعني. لو مشينا ورا دكتور محمود سعد احنا في حته تانية والله. دكتور محمود سعد والله انا بشهد له في السي في الدوره السي، والله ما كنا بننام، والله ما كنا بننام، بحلف. كنا محاضرات على طول، كان ماسك 28 يوم. لو الراجل ده بجد الله يبارك له، لو الناس هتمشي بفكر الراجل ده احنا نجحنا. عكس كده خلينا زي ما احنا كده نوصل كاس عالم كل 20 سنه، هو محمد صلاح واحد. تمام. هو يعني الدكتور محمود سعد كان بيدينا دورات في رمضان على البرنامج زوم، وكنا بنحضرها. يعني اقول لك ما كناش بندفع جنيه، يعني كان هو الراجل يقول لك انا خدامكم، انا تحت امركم. كابتن الاتحاد الافريقي اتاخر في الشهادات وبيسلمنا الشهادات، اتاخر. الراجل جه قال لك انتوا عشان تعبتوا، مكان مش هقول اسمه، عمل لنا حفله تخرج وطبع الشهادات دي، وبعت حد من مكتبه سافر جاب الحاجات دي. الراجل بيتعب وبيصرف. انا شفت كابتن محمود اصلا مريض وتعبان، تمام، مش حمل الحاجات دي، تمام، وبيموت يا كابتن مصر. الراجل بيموت في الملعب معانا كابتن مصر. احنا كنا معادنا في كنا صيد اكتوبر الساعه 8، مفيش مره روح الساعه 7 ما لقاهوش. طب ليه عندنا حد زي ده مش عايزين نمشي وراه؟ ليه كلنا عايزين نمشي في ابو فلوس؟ ليه عايزين نمشي في المجاملات؟ ليه عايزين تنزل الملعب تلاقي لعيب 2008 هو اصلا 98 وضارب شهاده 2008؟ انا حضرت دوره تدريبيه كانت في محافظه دمياط، لعيب كره قدم، لعيب في الدوري الممتاز، اجى الدوره 5 دقايق متاخر، ميعادنا الساعه 7 الصبح، جاي الساعه 7:05 او 7:10، بص في ساعته قال له انت الساعه كام دلوقتي؟ قال له الساعه 7:10، قال له اتفضل. لا هو كابتن لا كابتن محمود، ليه يا كابتن محمود عملت كده؟ قال لك لازم لعيب الكره يكون ملتزم في ميعاده قبل مدربه، ده معنى تقدير واحترام للمدرب بتاعه. الراجل ده احنا يا رب ما نخسروش، واي حد عايز ينجح يتبع سياسه دكتور محمود. الراجل ما بيبصش لاي ماديات، الراجل نفسه على طول بيطور، على طول يجيب المدرب يقول لك انا عايز فكرك يبقى عالي. كان دايما بيقولها لي في الدوره، قال لي ايهاب عايز شهاده؟ هديك شهاده واثنين وثلاثه واربعه، بس لازم تتعلم، لازم تتعلم تعرف انت بتعمل ايه، لازم بتنزل الملعب. دلوقتي المدرب بفضل الله عليا وبفضل دكتور محمود بتنزل الملعب، انت عارف انت بتعمل الكرة ايه. الكره شهادات كتير، بس اللي يتعلم في الملعب، اللي يعرف يشتغل يا كابتن، يعرف يفيد الناس يا كابتن. تمام. يا كابتن مصر الناس فاهمه الاستثمار غلط. تمام. الناس فهمت الموضوع غلط.
الموضوع ما كابتن اشرف عنده الشركه بتاعته تمام، بس اسلوب كابتن اشرف ازاي والاسلوب الناس التانيه أنا ازاي. انا في زمايلي برضه عنده شركه، الشركه العالميه للتسويق اللاعبين، رئيس مجلس اداره محمد الشوحه في الاردن، ده عامل دوره لمدربين في من الاتحاد الايطالي والاتحاد الاوروبي في مصر، يعني ميعادها قريب شهر 11. يعني الراجل بيقول لك انا هعمل دوره مش عايز حاجه. هو احنا لو طورنا كلنا عشان يطور المدربين اللي موجودين، هو احنا عايزين نفضل في اللي احنا فيه ده. هو احنا دلوقتي لو طورنا كلنا وكلنا طورنا، ما اسم كابتن اشرف هيعلى وكابتن ايهاب هيعلى وكابتن محمد يوسف هيعلى والدنيا دلوقتي المدرب المصري بيسافر فين يا كابتن؟ بنسافر قطر، سعوديه، كويت، امارات، بيحصل تمام بيحصل. مين مدرب سافر ايطاليا، المانيا، تمام، فرنسا، تمام، انجلترا؟ مين عندنا اشتغل كده؟ مفيش يا كابتن، الناس بتروح تشتغل في الخليج فقط لا غير يا كابتن. زي مع ان احنا كابتن عندنا لعيبه احسن من اي حد وعندنا مدربين احسن من اي حد، بس احنا يا كابتن مصر اللي عاملين في نفسنا كده. تمام، هي كل حاجه ماشيه في المنظومه بتاعتي انا، محسوبيه وفلوس. تمام يا كابتن ايهاب، معايا عايزين نتكلم يا جماعه عن طبعا الناشئين، ناشئين كره القدم، اللعيبه اللي هي يعني مثلا هنقول مواليد 2003 2004 99، الناس اللي بتصعد فريق اول، الناس اللي ماشيه كويس، اللاعب عمر خاطر، اللاعب منتقل من نادي انبي وراح نادي المريخ فريق اول، معايا اللاعب مروان خالد ده من 2003 نادي بورفؤاد، ما شاء الله عليه لعيب 10 على 10 متصعب برضه بيتمرن مع الفريق الاول، ماشي 2004 مروان خالد 2004 وبيلعب مع الفرق اللي اكبر منه بسنه، يعني بتصعد يلعب مع اللي اكبر منه بسنه. معايا اللاعب محمد طارق عبده بدري عبده عبد ربه، محمد طارق عبد ربه اللي قدامكم في الصوره، لاعب نادي النوبه 2004 في محافظه الاسماعيليه، ده طبعا ابن الكابتن طارق عبد ربه، طبعا نجم الاسماعيلي، عارفه كابتن اشرف؟ اه طبعا. عمه كابتن حسني عبد ربه طبعا نجم منتخب مصر. معايا اللاعب احمد منصور لاعب نادي المريخ وانتقل لنادي انبي، قعد فتره قريبه وبعد كده سافر قعد بره شويه ورجع تاني، طبعا موجود هنا في مصر حاليا بيعمل فتره معايشه مع نادي في الدرجه الثانيه. معايا اللاعب ابراهيم السعيد، لاعب ده بقى لاعب النادي المصري 2003، لاعب ده ما شاء الله عليه كابتن ايهاب متصعد للفريق الاول بيتمرن احسن لاعب في القطاع بيلعب في الفريق الاول. ليه ما نهتمش بيه؟ ما هي دي النقطه بقى يا كابتن، بنتكلم عن الناشئين. المرحلة دي يا كابتن بتتعب فيها يا كابتن، الولد زي كده مامته وباباه ظروفهم على قدهم، الولد يضطر غصب عنه، ما هو النادي المصري انا يعني ايا كان الاسم، لو النادي موفر له مرتب كويس، عيشة كويسة، الولد هيفكر في اي حاجة غير الكورة، هيشتغل لك كورة هتلاقي حد كويس، لكن الولد يا عيني دلوقتي بياخد 150 و200 جنيه، عايز يشحن هيعمل ايه؟ هياكل ويشرب منين؟ عايز يصرف على امه وابوه. النادي الزمالك عايز يلبس زي الناس نادي كلها. نادي الزمالك اجى فترة وصعد الناشئين للفريق الأول. صعد كم لعيب للفريق الاول، بقينا نقول يعني ازاي يصعد كل دول مره واحده، كميه مره واحده، قال لك انا بهتم بقطاع الناشئين عندي اهم شيء، زي قطاع الاهلي بالظبط، بهتم بقطاع الناشئين عندي اهم حاجه. بس نادي الاهلي انت لو انت اهتميت بقطاع الناشئين هتهتم بالفريق الاول، هتهتم. ما هي بره كابتن في مدربين بيبقى معاه الدوره ايه وبيمسك فرقه 2001 فرقه 2010 و2011، انا واجهت الكلام ده بره. ده صح يا كابتن، انت معاك دوره ايه وماسك الى 2010، اجي هنا كابتن اشرف معاه الدوره سي وماسك لي فريق والله أول. العظيم يا ريت السي ده معاه دوره بتاعت رمضان، وانا قلتها قبل كده، معاه دوره في رمضان وتلاقيه ماسك في حته ورايح بالكاس، يعني هو معاه الكاس بتاع رمضان و15 صوره على الفيسبوك ماسك في حته، مرضيش ربنا. هي دي مشاكل الميديا، الميديا عملت مدربين، الميديا عملت حاجات كتير كده. انت بالنسبه لنادي الزمالك الجزئيه اللي انت جبتها، نادي الزمالك في الفتره الاخيره دي ابتدى يهتم كتير بقطاع الناشئين، كانت الفترات الاولانيه لا قطاع الزمالك كان مهلها. تمام، معايا لا يخص بالفقره بتاعه الناشئين، طبعا ده بقى شيخ المدربين عندنا في بورسعيد، طبعا حضرتك عارفه، الكابتن عبد البغدادي. اهلا وسهلا كابتن عبده. اهلا وسهلا يا حضرتك، اخبارك ايه؟ تمام يا كابتن محمد، اخبارك؟ تمام يا كابتن عبده، ربنا يخليك يا رب. الناس المحترمين والبرنامج العالمي اللي الناس طبعا النهارده بتنتظره كل فتره، وتحياتي لجميع اسره قناه الصحه والجمال. ربنا يخليك يا كابتن عبده، تشرفنا كابتن عبده. معايا كابتن اشرف الشاهد، عايز اتكلم مع حضرتك بخصوص البرامج الناشئين. اهلا وسهلا كابتن اشرف المحترم. كابتن عبده انا شرفت بحضرتك وقعدت معاك في بورسعيد. طبعا وقعدنا اتكلمنا مع بعض وكنا بنتكلم مع بعض في المشاكل اللي احنا شايفينها اليومين دول، اللي حضرتك قلت انا كنت بكلمك على نادي المريخ الاسم الكبير
وانت قلت لي كانت واقفه حاجات كتير قوي بالنسبه لنا، سواء في الصرف، سواء ان ما بقدرش اجيب لعيبه اسكنهم هنا، سواء ما قله الملاعب، الفريق الاول بس اللي كان بيتمرن على الملعب ما كناش بنقدر. فاحنا عايزين نغير الصوره دي. احنا نادي زي المريخ، اسم كبير، الناشئين بتاعه ما بيتمرنش في ملعبه، انديه كتير بنفس الشكل، هتتغير ازاي؟ كابتن اشرف، كابتن عبده، ثواني كابتن عبده، كابتن عبده طلع ابراهيم عادل باعه لنادي بيراميدز، طلع ابراهيم عادل باعه لنادي بيراميدز والنادي المريخ. طبعا معروف كابتن، مع احترامي لحضرتك، نادي المريخ طبعا معروف ان هو بيلعب في الدوري الممتاز به، ورئيس النادي الكابتن احمد جوهر اخويا، وكان لعيب من اللعيبه كويسه جدا طبعا، راجل محترم وكان لعيب جامد. يعني كان لعيب عندي لما جبته، وهو طبعا الكابتن احمد الكلام ده. فطبعا نادي المريخ عشان يدرب جميع فرق القطاع مع الفريق الاول في الملعب، طبعا هيبقى الملعب هيبوظ ومش هيبقى صالح للمباريات بتاعت الممتاز ده، فاحنا كده هنضر الفريق الاول. طبعا هم النادي مشكور كان مأجر ملعب نظيف لاقامه التدريب والمباريات عليه. وبالمناسبه ان برضه نادي المريخ من الانديه الكبيره في قطاع الناشئين، وافضل قطاع الناشئين في بورسعيد. هو ده اللي احنا بنتكلم فيها كابتن عبده. احنا انا يعني بورسعيد من البلاد الكويسه اللي انا بحب اروح اشتغل فيها، فيها دوري منتظم، فيها لعيبه كتير بتروح للبلد، فيها ملاعب كويسه. ليه النادي المريخ ما بياخد نادي كبير في الناشئين ما بياخدش جزء زي النادي المصري؟ يعني انا بروح بتلاقي ملاعب كتير للنادي المصري، ليه ما بياخدش هو نفس الملاعب؟ والله احنا في وعد من السيد اللواء محافظ بورسعيد وعد الغضبان ان هو هيدي ملعب لنادي المريخ، واحتمال يكون في الحي الاماراتي. تمام كده. احنا بنناشد المحافظ ان هو يوفر ملعب لنادي المريخ، لان برضه نادي مش قليل، نادي تاريخ كبير. تمام يا كابتن عبده. تمام. معانا كابتن عبده، معانا كابتن ايهاب الحسيني، عايز برضه يتكلم مع حضرتك برضه بخصوص المدربين يا كابتن عبده اللي موجوده كتير الايام دي. يا اهلا وسهلا. يا كابتن عبده. ايوه كباتن. نفس السؤال هساله لحضرتك برضه اللي كنت ساله للكابتن محمد. انا بتمنى كل رئيس نادي وكل رئيس قطاع ناشئين وكل حد في اي منظومه اختار المدرب اللي هيشتغل مع اولادك عشان يعليك ويعلي اولادك. اختار المدرب الصح في المكان الصح. مش كل يعني انا في انديه كتير يا كابتن، يعني بلا ذكر اسامي نادي. انا هقول لحضرتك حاجه، حته اختيار المدرب لابد ان تتم على اسس وقواعد سليمه. مفيش قواعد سليمه بتحصل، مفيش قواعد سليمه بتحصل يا كابتن مصر. والله انا بعتذر لحضرتك وبعتذر للناس كلها، انا ما بشوفش قواعد، انا بنزل الملعب، انا بنزل الملعب بلاقي حاجات غريبه. يعني انا ساعات انا ممكن اقعد في البيت، مش بهزر، يعني انا ممكن ماما تحط التشكيل بقى يلا خلاص، يعني يا حاجه التشكيل هلاعب مين؟ باك رايت. ما هي الكوره في مصر بقت كده يا كابتن، مفيش قواعد. احنا يا كابتن لازم نحترم. انت كابتن اسم نادي المريخ اسم الاختيار معروفه، المجاملات والوسايط والكلام ده 90% في مصر دلوقتي، 90% 10% كوره. هات ال 90% طلع منهم 45 اللي معاه فلوس بيلعب كوره، و45 اللي عنده واسطه، و10% دلوقتي الناس اللي هم بتوع الكوره، و10% المدرب اللي دارس، 10% المدرب اللي اشتغل، اللي اتمرمط، اللي بينزل من بيته من الصبح عشان يشتغل. احنا طبعا يا كابتن احنا لما اشتغلنا في نادي المريخ، لو انا قلت لك المدربين اللي موجودين، شريف كراويه ده راجل منتخب مصر طبعا، عادل الصعيد اخذ كاس مصر طبعا، محمود عصران، السيد ابو الحمد طبعا، الكابتن سمير ابو النور، الناس كلها تشرف كابتن مصر، احمد عبد العزيز الزيز اللي هو مسك الرباط، مدربين، والنتيجه طلعنا لعيبه. مين اللي كسبان دلوقتي بقى يا كابتن؟ نادي المريخ طلع كام لعيب دلوقتي؟ اقول لحضرتك حاجه، ابراهيم عادل كابتن منتخب مصر مع ربيع ياسين. عشان انت اخترت صح، عشان انت اخترت صح يا كابتن، هقول لك اللعيبه اللي طلعت. ما عشان انت اخترت صح. نعم انت اخترت صح فطلعت لعيبه صح. بس ده اللي احنا عايزينه. هي زرعه، بص يا كابتن، هي زرعه بس لازم نصبر عليها. هي زرعه مع بدايه الموسم، مع بدايه الموسم بنناشد اي رئيس نادي، اي مجلس اداره يختار الصح عشان يفضل ويطلع اللعيب كويس. دي مش هتيجي الا من الوزير. وبنقول يا جماعه اي مدرب يراعي ربنا في اختيار اللعيب. محدش هيراعي ربنا.
ما حدش هيراعي ربنا وكل الناس عايزه تجمع الفلوس وبس. لازم الوزير يتدخل. مش هيراعي ربنا يروح النار الوزير. ما هو كله هيخش النار يا كابتن. لازم الوزير. لا النار يا كابتن عدوا مديرين القطاع الناشئين وهي بتبدا الموسم الجديد تحط قطاع الناشئين صح، تحط المدرب صح، المدرب بنتائجه. نتمنى ذلك يا كابتن، احنا نتمنى ان شاء الله المدرب بنتائجه، مش هحط واحد اخذ المركز ال11 ولا ال12 عشان احطه في المجموعه مسك مثلا فرقه. يا كابتن يعني النهارده معلش في انديه جابت مدير قطاع ناشئين ما مرنش فرقه قبل كده وعينوه مدير قطاع ناشئين. طب ليه؟ لازم مدير قطاع الناشئين ده راجل اولا اسمه مدير، هيتعامل مع مدربين ومع لعيبه ومع اولياء امور، يبقى الاختيار يكون سليم. يا كابتن عبده ده فيه اولياء امور بقى مدربين، المدرب ما جاش وليه الامر ينزل يعمل ستيرنج وينزل يمرن. لا 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 كابتن عبده كابتن عبده ما بقاش كمان مدرب بقى مدير قطاع. كابتن عبده اقول لحضرتك على حاجه. بص يا كابتن عبده، في نادي اسمه كبير قوي، النادي ده اسمه كبير في مصر، اللعيب بتاعه لعب عنده فاعتزل، انت ما تمشيش، لا انت ابننا، تعال امسك فرقه كذا. طبعا يروح يمسك فريق كذا فيقرفنا فريق كذا ويقعد. طب هو ليه يدرس؟ ليه يعرف حاجه؟ هو معنى ان انا لعبت، معنى ان انا لعبت هعرف انزل اعمل وحده تدريبيه يوميه؟ هو انا دلوقتي هنفع اعمل وحده شهريه؟ ينفع انا دلوقتي عشان لعبت بس بدي البرايم بديله يعني مهتم بقاعده البرايم عشان اطلعه؟ لا هو لعب دوري ممتاز، لعب دوري ممتاز ولبس تيشيرت النادي كذا، انت ابننا تعال اشتغل. طب روح، طب انت بتحب ابنك ابعته يدرس، خليه يشتغل، خليه احتكاك. لا ده انت على طول تمسك كذا يا كابتن. في اسامي يعني الواحد ما بيتكلمش، يعني مش عايزين نتدخل في حاجات، ربنا يسهل الناس. هو كابتن محمود زي ما قلنا الدكتور محمود سعد، دكتور محمود سعد ان شاء الله يخلص الموضوع ده. سياده الوزير لازم يبدا. كابتن محمد اتفضل يا كابتن. انا كابتن محمد ليا بلاشي في المسؤولين في اتحاد الكوره ان لعيبه البراعم ما تتنقلش من مكان لمكان، يلعب في المحافظه بتاعته ما دام براعم. برافو عليك يا كابتن. ولا 10 سنين ولا سيفهم محافظات. يا ريت يطلع قرار ممنوع برعم يلعب في منطقه غير منطقته. تمام طبعا كابتن. ده اللي بتحصل. تمام حصل كتير، حصل قرار كويس. احنا بنناشد المسؤولين ان هم يمنعوا انتقال اللاعب من منطقه لمنطقه الا لو عمل ابوه مدرسه الولد في نفس المحافظه. تمام يا كابتن. تمام ايوه شكرا يا كابتن. تمام يا كابتن عبده، شكرا جدا لحضرتك. طبعا يا كابتن اشرف عايزين بس في استفاضه سريعه كده، بالنسبه للفرق اللي هي الامل اللي هي بتبقى تحت الفريق الاول، احنا يعني عندنا مثلا مجموعه في مصر مثلا مواليد 99 مثلا، فيها عندنا كذا واحد ممتاز، يعني عندنا زياد فرج صعد بيلعب في الفريق الاول، عندنا محمد الجمل بيلعب في الفريق الاول، عندنا احمد يوسف بيلعب في الفريق الاول، عندنا لعيبه لسه بتلعب نفس الناشئين برضه، وهي من حقها ان هي تصعد في الفريق الاول لان لعيبه ممتازه، واحد زي عبده امين، واحد زي مصطفى ايمن، يعني دول بالنسبه لبتوع مصر. عندنا انا كنت مودي اثنين لعيبه، محمد فلافيو كان عن طريق الكابتن عبده طبعا البغدادي، وعن طريق الكابتن الاوينا كان مودي محمد فلافيو من النادي الاهلي ما شاء الله، يعني من مواليد 98 طبعا، برضو نفس الكلام ده بتخدم الفريق الاول. بس احنا عايزين نبص الفريق الامل، فريق الامل احنا تعودنا عليه ان هو فريق على طول السن اللي تحت الفريق الاول. تمام. احنا عايزين ناخد فريق الامل في حته تانية خالص. تمام. احنا فريق الامل في لعيبه بتبقى في الاعمار الاقل، ممكن بتبقى اقوى من اللعيبه اللي هي في السن اللي بعد الفريق الاول. تمام. المساحات عندنا من الوقت ضغط المباريات الناشئين وزحمه الماتشات وقله الملاعب ما بتقدرش تعمل المسمى ده زي ما انت عايز. فريق الامل ده احنا عايزين منتخب جوه النادي، منتخب من الناشئين، منتخب موجود جوه النادي. في احنا عندنا بيبقى في فترات راحات كتير، يبدا مجالس الادارات تبدا تفكر في مدير فني كويس مستقل يقدر يجمع، يبقى هو عنده الداتا بيلف على مباريات الدوري في الاعمار المختلفه اللي هو يقدر يلم منها ويعمل هو فريق الامل او التجمع ده جوه النادي خلال الراحات. تمام. هيفرق مع النادي من الناحيه التسويقيه ان هو خلاص عمل قائمه كويسه يقدر يشتغل بيها، ان هو خلاص هيطلع اعارات هيقدر ينمي بيها موارد النادي، من الناحيه الثانيه هيقدر خلاص هو عنده اوريدي عنده قائمه، المدير الفني للدرجه الاولى محتاج اللاعب جاهز، اللاعب متوفر، مش بنزل ادور، مش كل حاجه هي الفريق السن، ممكن السن في اغلب الانديه بيبقى السن اللي تحت الدرجه الاولى
مش هي الفرقه القويه، لا بالعكس. انا عندي 99 مثلا، يقول لك 99 السنه دي تحت الدرجه الاولى، طب 99 فرقه مهلهله، فرقه 2001 فرقه قطاعات، فرقه قويه. فاحنا عايزين ننقل الصوره ان هي فريق الامل ده مجموعه الناشئين الاقوياء اللي هم موجودين جوه القطاع، ويبقى ليهم تفرغ، يبقى عندنا فترات راحات كتير. الحمد لله احنا عندنا الدوري المصري يعتبر ما بيتلعبش اسبوع، عندنا فعندنا احنا احسن ناس بناخد راحات، عندنا راحات. تمام يا كابتن اشرف. كابتن ايهاب، برضه في يعني في لحظه سريعه كده، الاكاديميات كره القدم انا عندي يعني حاجتين، اكاديميتين انا واجهتهم الصراحه وقعدت واتكلمت معاهم. اكاديميه الاسطوره طبعا في دمياط، يعني شوف مش محافظه بورسعيد بقى، محافظه دمياط، كابتن سعد البواب وكابتن صلاح. اكاديميه بيست بلاير كابتن وليد ادريس وكابتن تامر الحريري ومدير الفني كابتن ميدو الخضري، طبعا تحت رعايه كابتن حماده العوادلي. انا الاكاديميتين دول انا يعني لعبتهم كذا مره، الناس دي بتطلع لعيبه كره صح، مش ان هو بيلم فلوس وخلاص. هقول لك على حاجه صغيره في لحظه سريعه، عايزين نتكلم بخصوص. انا صاحب اكاديميه، تمام. انا كإيهاب عندي بفضل الله عندي اكاديميه، عندي فرعين، تمام. طيب باخد جنيه، تمام. طيب الولد لو اتمرن عندي سنه بقى 12 جنيه، بدفع كام ملاعب وبدفع كام مدربين وهكسب كام؟ طب ما نتفق على حاجه كويسه، احنا بنتكلم في النقطه الاخيره، استفاد ايه؟ انا استفاد ايه بس؟ انا طب انا بقى كإيهاب، عشان احنا بنحب كلنا، عشان نبقى بص يعني ايه، نتكلم بصراحه، كلنا بنشتغل عشان الماده وعشان اعمل رقم واعمل فلوس. طب انا ممكن اكسب اكتر من كده، ما انا اجيب الولد دوت واشتغل عليه صح وانتحر معاه، وبدل ما اخد من ابوه كل شهر جنيه، ما انا اشتغل عليه كويس قوي قوي قوي، وراح ابيع الواد ب 20 30 جنيه، هجيب ولي الامر. انت كنت بتدفع جنيه صح؟ طب انا دلوقتي مش هخليك تدفع جنيه، ابنك راح نادي وانا جبت لك 20 30 جنيه، هتدي كام لإيهاب؟ هيقول لي هديك انا 10 جنيه. بص عامه يا تمام كابتن إيهاب، عشان كابتن اشرف مقاطع كلام حضرتك، طبعا شرفتني طبعا بحضورك. الله يخليك كابتن محمد، طبعا شرفتني كابتن إيهاب. حبيبي يا كابتن محمد، الله يخليك. طبعا بشكر الساده الضيوف، طبعا بشكر المشاهدين لقناه الصحه والجمال. ان شاء الله معانا حلقات طبعا قادمه، هنتكلم عن اهم المشاكل اللي بتخص كره القدم، نتكلم عن مشاكل طبعا بتخص مدربين كره القدم ان شاء الله للجايه. الحلقات الجايه ان شاء الله هنتكلم معانا مواضيع ساخنه جدا في كره القدم اللي هي بتهم مدربين كره القدم، معانا مواضيع مهمه للاعبين كره القدم، معانا لقاءات من جوه الاكاديميات مع اولياء الامور وعن فكرتهم في المدرب الموجود اللي شغال بيدرب ابنهم، هل الاكاديميه ممتازه، هل هو بيدرب لاجل الفلوس، هل هو بيدرب لاجل ان هو بيساعد ابنهم. طبعا هنتكلم ان شاء الله في حلقات القادمه بامر الله. وشكرا لكم، طبعا شرفتوني طبعا الساده الضيوف كانوا معايا النهارده، شرفت حلقتهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.